خلينا نتكلم في الموضوع ده بقى بعدين يا حبيبتي. انا بس عايزك تفهمني، هو انت ليه مطنش امضة المقايسة؟ مش تطنيش، بس التوقيت صعب. يعني انا لسه موافقلك على تغيير اساس الوزارة من 3 اشهر، ده لسه في حاجات بكاسة يا حبيبتي. يا سلام، يعني انت وافقت ببلاش؟ ما انت واخد على قلبك قد كده. ما انت برضه يا حبيبتي واخد على حاجات قد كده. وبعدين انا مش جاي عشان اتكلم في الشغل بقى. امال جاي عشان تتكلم في ايه؟ اقول لك، جاي عشان اجيب لك دي. الله، حلوه قوي يا جيمي. عشان تعرفي بس ان انا مش من نوعيه الرجاله اللي بينسوا مراتاتهم بعد الجواز. بس يا ريت بقى تفضل كده على طول، ما يبقاش حلاوه اول شهر الجواز. ايه ده؟ انت مستنيه حد ولا حاجه؟ لا، خليني اشوف مين. امسك ده. ايوه مين؟ ايوه يا نوجة، انا غادة. غادة؟ منى ما قدرتش تستحمل معاملة بابا وماما ليها فسابت البيت وجت على هنا. انت غلطانة يا منى، كان لازم تستأذنيهم قبل ما تيجي. بكلمهم محدش بيرد. كالعادة طبعا. شفت بقى ان انا اخر حاجة في اهتماماتهم؟ يمكن اكون مش موجودة فيها اصلا. يلا يلا بلاش كلام فارغ، يلا قومي نامي وارتاحي كده، تعالي اجيب لك هدوم تلبسيها. كبرت يا منى وبقيتي بترتبطي. ده ايه الجيل السريع بتاعكوا ده؟ انا ارتبطت بجدتك بعد ما ماتت بسنتين. خدي البيسنتي ده، ده كان بتاع امك وهي في سنك. ياه، هو انت لسه محتفظ بالحاجات دي لحد دلوقتي؟ عمري ما فكرت افرط فيهم. انت هتنامي هنا ها؟ طب وانت هتنام فين؟ مش مهم، انا عندي شويه شغل وبعدين هنام في اي حته. هو ايه حكايه الكتاب اللي شغلك ده؟ هل جمال بقاله فتره متغير معايا يا نجله؟ يمكن عشان ضغط شغله. لا لا لا، الموضوع مش ضغط شغل، هو متغير معايا، ما بقاش زي الاول. جمال بيحبك يا غاده، ده واضح جدا من كل تصرفاته. اه والله، عايزه نصيحتي؟ انتي لازم تكسري كل الروتين اللي في حياتكم. سافروا لكم كده كام يوم، غيروا جو. لما ابقى اخلص القضايا اللي ورايا ابقى اشوف موضوع السفر ده بقى. وبعدين انتي لازم تدلعي عليه شويه. طب انا هعمل معاكي واجب عمرك، انا عندي كده كام قميص نوم وكام بدله راس لسه ما حطيتهمش على جسمي، انا هديهم لك. حاولي كده تعملي لي مود حلو وشوفي بقى هيتغير معاكي ولا لا. تعالي هنا، بدلة رأس ايه وقميص نوم ايه؟ هو انا مش لسه خلعاكي من جوزك من كام شهر؟ اه، ما انا كنت جايبهم له، بس هو اللي ملوش نصيب يشوفهم عليا. بعدين انتي هتقطعي برزقك ولا ايه؟ ازيك يا مستر صفوت؟ طمني، ايه الاخبار؟ الاجتماع بينك وبين جمال كان موفق؟ ما تقابلتوش؟ هو مش المفروض انه كان يعدي عليك النهارده؟ ما عداش. طيب تمام، لا انا هبقى ارتب لك ميعاد معاه وهبقى اكلمك. مع السلامه. ولا ايه؟ الفنانه الجميله مريم رياض، وحشتينا وحشتي جمهورك. حقيقه الناس كلها بتسال فين مريم رياض؟ وليه غايبة عننا الغيبة الطويلة دي كلها؟ ليه مش بتحاولي تظهري خالص؟ ولا يمكن في أسباب منعاكي من الظهور؟ يمكن عشان مثلاً فيلمك الأخير محققش الإيرادات اللي انتي كنتي منتظراها؟ هو مفيش حاجة معينة. كل الحكاية أني ما عنديش جديدة أقدمه. أنا فعلا بالنسبة لي بمرسه على إنه حقيقة، بتعايش معاه. حكاية غيابي، أنا فعلا غبت فترة، وده لأني مش عايزة أظهر للناس غير بالشكل اللي هم اتعودوا يشوفوني بيه. وبخصوص فيلمي الأخير ده، إنتاجي أنا، وخسرت فيه فلوس كتير. طبعاً اتضايقت جداً من النقد اللي اتكتب عني، بس عندي أمل أني أجيبه من العمل الجاي إن شاء الله. يعني كده أنت بتحضري المشروع جديد دلوقتي؟
بصراحة لا، أنا مش هتجمل واصطنع أن بيكلموني كتير في شغل وأنا اللي برفض. أنا بقالي فترة محدش عرض عليا أي دور، أنا نفسي أشتغل مش بس عشان الفلوس، لكن شغلي بيحسسني بوجودي. أنا فعلا وحشتني الكاميرا أوي. لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة إنهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها، وقتها أنا كانت خايفة. مريم ما انطحنتش. الله، أنت جيت إمتى؟ أنا هنا من بدري. أمال كنت فين؟ واوعى تقول لي كنت مع صفت، عشان انا كلمته في التليفون وقال لي ان انتوا ما شفتوش بعض النهارده. انا فعلا ما كنتش مع صفت. يعني كنت بتكذب عليا؟ ايوه يا حبيبتي، كذبت عليكي عشان كنت بجيب لك الخاتم ده. اخس عليا، ده حلو قوي. ميرسي يا حبيبي. ميرسي على ايه بس؟ دي اقل حاجه ممكن اجيبها لك. انا حسيت ان انا مقصر في حقك اول يومين اللي فاتوا دول، فقلت اجيب لك هدية تعويض عن كل حاجة. معاك حق، احنا فعلا بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعض لوحدنا. هنسهر مع بعض النهاردة، بس انتي سبت منا فين؟ سبت منا في اوضتها. بس انا لما جيت ما لقيتهاش. ويوم ورا يوم اتحول اعجابي بيها عين لحب، وهو كمان كان بيبادلني نفس الشعور وطلب ايدي وانا وافقت، لكنه اشترط ان الجواز يبقى في السر. معلش يا مريم، انا اهلي متزمتين شويه، يمكن ما يستوعبوش فكره جواز الفنانه. مالها الفنانه يا دكتور؟ انا بقدم فن محترم، والادوار اللي هتجيلي هخليك تقراها انت الاول. اللي هتقولي لا ما تعمليهوش مش هعمله. مريم أرجوكي، لو بتحبيني وافقي. أنا مش عايز مشاكل في شغلي، بالذات إني ماسك منصب العين هتكون عليه. وافقت، وفعلا اتجوزنا عرفي، وطلب مني إنه يشيل الورقتين معاه. قال لي إنه حابب نعيش سوا في شقتي لغاية ما أموره المادية تتحسن. وبعد الجواز بشهرين سمعته كان بيتكلم في التليفون، وقال لي اللي بيكلمه ان صفقة الانسولين المغشوشة وصلت. في الاول كنت فاكرة انه بيتكلم عن خبر قراه، بس بعدها بفترة كنت بتفرج على النشرة في التلفزيون. نيابة امن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها. سمعتهم بيتكلموا عن وفاة اكتر من 300 شخص بسبب الانسولين المغشوش. هي أحدث موديل. ومرة وأنا برتب له لبسه لقيت في جيبه إيصال إيداع من البنك، والمبلغ اللي فيه بأكتر من 3 مليون جنيه. الشك اللي كان جوايا بدأ يكبر. في يوم تعبت شوية. مبروك، حضرتك حامل. رحت أكشف عند الدكتور. الله يبارك فيك يا دكتور.
طايرة من الفرحة. هباء أم، فرحتي بالموضوع ده خلتني نسيت الشك اللي جوايا ناحيته، وقلت أكيد هيفرح لما يعرف. أحلى خبر هتسمعه في حياتك، أنا حامل. إحنا مش اتفقنا إن مفيش خلفة؟ الجنين ده لازم ينزل، وإلا هوريك الوش التاني. أنا مقدرش أقتل الروح بإيديا. يبقى قتلكوا انتوا الاتنين.